بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق تحدثنا عن اشتقاق الكحولات والفينولات من الهيدروكربونات الألفاتية والهيدروكربونات الأروماتية ومن الماء أيضا، ثم شفنا تسمية الكحولات وعرضنا بعض التسميات المتداولة في الكحولات. الحقيقة عايزين نشوف بقى ايه انواع الكحولات، ازاي نقسم الكحولات او نصنف الكحولات. الكحولات منها عديد الهيدروكسيل ومنها احاد الهيدروكسيل ومنها انواع كثيرة. وموضوع الكحولات ده موضوع مهم جدا، فده مهم قوي ان احنا نعي جيدا وناخد بالنا من الكحولات وطريقة تفاعل الكحولات وطريقة تحضير الكحولات، لأن الكلام ده بيصب في مع الأحماض الكربوكسيلية والمركبات الأكسجينية الأخرى. بيقول لي حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل، هل في كحولات وحادية الهيدروكسيل؟ نعم، في كحولات وحادية الهيدروكسيل كثيرة جدا، زي الميثانول والإيثانول اللي هو الكحول الميثيلي والكحول الإيثيلي، منها ثنائية الهيدروكسيل وشفنا منها الإيثيلين جليكول اللي هو 1-2 إيثان ضيول، ومنها بروبيلين جليكول اللي هو 1-2 بروبان ضيول، وكحولات ثلاثية الهيدروكسيل اللي هي تريول. احنا اتفقنا كلمة أول دي أو واو لام أو أول معناها الكحول، فشفتها في أي مركب فاعرف إن اللي عندك ده كحول. في 1-2-3 بروبان تريول اللي هو الجليسرول أو الجليسرين، في مركبات عديدة الهيدروكسيل. إحنا طبعا في رباعية الهيدروكسيل وخماسية الهيدروكسيل وثلاثية الهيدروكسيل وأكثر من ثلاثية الهيدروكسيل كمان، منها السوربيتول اللي هو بينتج من اختزال الجلوكوز. الأول الحقيقة قبل ما نتكلم بقى عن النوع الثاني من التصنيف، احنا صنفنا حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل، يعني الكحول فيه كم مجموعة هيدروكسيل. الكحول ده فيه مجموعة هيدروكسيل واحدة، الكحول ده فيه مجموعتين هيدروكسيل أو ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. طيب احنا عايزين بقى نصنف اللي احنا عايزين بقى نركز عليهم اللي هو أحادية الهيدروكسيل اللي هي مجال دراستنا يعني. قبل ما نصنفها الحقيقة عايز نلفت نظركم إلى نقطتين مهمتين أو ثلاث نقاط مهمة، اللي هي أنواع ذرة الكربون، ودي مدخل مهم لمعرفة أنواع الكحولات وحادية الهيدروكسيل، ومدخل مهم لمركبات كثيرة اللي هي مركبات وحادية الهالوجين، مركبات وحادية الاستبدال في الهاء في الالكانات. احنا قدام مننا مركب زي ده كده، مش مهم اسمه ايه دلوقتي، احنا طبعا ممكن نسميه لان انت عرفت تسميه الالكانات تبع نظام الايوباك، تقدر تسميه كويس قوي يعني. لكن تعال نشوف، احنا عندنا مجموعه ميثايل في اقصى الشمال، يليها CH2 ثم CH، وقلنا لو احنا بنمشي مع سلسلة ماشين بالقلم كده مع السلسلة الهيدروكربونية ولقينا CH يبقى في فرع، لقينا C فقط بيبقى في فرعين، مفيش يبقى CH2 يبقى مفيش أفرع، CH وعليها CH3 متفرع وعن CH2 وعن الكربونة وعليها فرعين ميثايل والسلسلة الأم ميثايل أخرى. طيب هل يا ترى مجموعات الميثايل متشابهة؟ احنا عندنا كم مجموعة ميثايل يا شباب؟ ادي 3-4-5، خمس مجموعات ميثايل. هل هذه المجموعات الميثايل زي بعضها؟ يعني ايه زي بعضها؟ يعني اذا تم التفاعل يتم التفاعل على احدهم ولا على مجموعة معينة؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، هل السي اتش 2 اللي رقم 2 من ناحية الشمال زي CH2 اللي في النص دي؟ زيها بالضبط؟ الحقيقة بيختلفوا. طيب CH تختلف عن CH2؟ نعم تختلف. احنا مش مجالنا الآن ولكن مجالنا نقطة واحدة،
ايه النقطة دي؟ الكربونة دي نوعها ايه؟ الكربون انواع. ايوه الكربون انواع. الكربونة دي ترتبط بذرة كربون واحدة، علشان كده هنطلق عليها ترتبط بذرة كربون واحدة، هنقول عليها ذرة كربون أولية، لأنها بترتبط بذرة كربون واحدة. نقول إيه بقى؟ يبقى ذرة الكربون الأولية يعني ذرة كربون ترتبط بذرة كربون واحدة. طب اللي جنبها CH2 دي ذرة كربون ترتبط بذرتين كربون، في منها كربون وشمالها كربون، يبقى بترتبط بكم ذرة كربون؟ ترتبط بذرتين كربون. نصحصح كده شوية لو سمحتوا. يبقى إذن بنقول على دي إيه بقى؟ ذرة كربون ثانوية، اللي هي 2 وعليها دايرة صغيرة من فوق على يمينها، بنقول عليها ثانوية. ليه؟ لأنها ترتبط بذرتين كربون. هنبدأ بقى نفهم الكلام ده بقى في التالي. طب الـ CH ترتبط بكم ذرة كربون؟ تمام، 3 ذرات كربون. يبقى إذن ذرة كربون دي يطلق عليها إيه؟ ثلاثية؟ لا مش ثلاثية، ثالثية. فرق كبير قوي بين ثلاثية اللي هي الرابطة الثلاثية، وبين كربون ثالثية. ترتبط بثلاث ذرات كربون، نقول عليها ذرة كربون ثالثية، ترتبط بثلاث ذرات كربون. هذا كربون يمينها، كربون يسارها، وكربون أعلاها. طب CH2 دي ترتبط بكم ذرة كربون؟ ذرتين. تبقى إذن ذرة كربون ثانوي. طب ذرة الكربون بقى اللي أقصى اليمين رقم 2 من على اليمين، كم ترتبط بكم ذرة كربون؟ 4 ذرات كربون. يبقى نقول عليها ذرة كربون رباعية. يبقى بسرعة كده، ذرة الكربون الأولية بترتبط بذرة كربون واحدة، أو ترتبط بثلاث ذرات هيدروجين، لأن دي بترتبط بثلاث ذرات هيدروجين. طيب وبعدين؟ ذرة الكربون الثانوية ترتبط بذرتين كربون، ذرة الكربون الثالثية ترتبط بثلاث ذرات كربون، ذرة الكربون الرباعية ترتبط بأربع ذرات كربون. يبقى ايه مجال ايه هي داخل الموضوع ده بالموضوع بتاعنا ده؟ ده داخل كبير جدا. اي ذرة او مجموعة ترتبط بذرة كربون اولية يطلق عليها مجموعة او ذرة اولية. طيب تعالى نشوف الاول، كم ذرة كربون اولية؟ كم ذرة كربون اولية عندنا؟ كم عندهم كده؟ هذا 1 2 3 4 5، 5 ذرات كربون، 5 ذرات كربون اولية. 1 2 3 4 5. طب كم ذرة كربون ثانوية؟ هذا 1 2. طب كم ذرة كربون ثالثية؟ هي ذرة واحدة. طب كم ذرة كربون رباعية؟ ذرة كربون واحدة. طيب الكربون دي مش بيرتبط بها هيدروجين، طب يبقى كم ذرة هيدروجين أولية؟ ده مش 5. ازاي بقى؟ ان عندك 5 ذرات كربون، كل ذرة كربون يرتبط بها 3 ذرات هيدروجين، يبقى 15 ذرة كربون هيدروجين أولية. طيب لو حل محل ذرة الهيدروجين ذرة كلور، تبقى ذرة كلور أولية. طب لو حل محلها مجموعة هيدروكسيل، تبقى مجموعة هيدروكسيل أولية. يبقى إذا أي ذرة ترتبط بذرة الكربون الأولية هقول عليها ذرة أولية أو مجموعة. يعني لو ذرة كلور ارتبط بذرة كربون الأولية أقول على ذرة كلور أولية، أو بروم طبعا أو يود. لو مجموعة هيدروكسيل ارتبط بذرة الكربون الأولية أقول عليها مجموعة هيدروكسيل أولية. طب لو ارتبطت بذرة الهيدروجين الكربون الثانوي، كم ذرة كربون ثانوية؟ هذا واحدة، هذا كربون ثانوية، وهذا كربون ثانوية، كل منهم عليهم ذرتين هيدروجين، يبقى 4 ذرات هيدروجين. لو استبدلت ذرة الهيدروجين دي بمجموعة هيدروكسيل، تبقى مجموعة هيدروكسيل ثانوية. طب كم ذرة كربون ثالثية؟ واحدة. طب لو استبدلت بمجموعة هيدروكسيل نقول عليها هيدروكسيل ثالثية. طب كم ذرة كربون رباعية؟ 4. طب كم ذرة هيدروجين رباعية؟ مفيش، لأن الكربون الرباعية لا يرتبط بها ذرات هيدروجين. يعني في مجموعة هيدروكسيل رباعية؟ مفيش، لأن أصلا لا يوجد هيدروجين بدول أقدر أستبدله.
اللي يوجد عليها هيدروجين بدوي، ذره الكربون الاوليه وذره الكربون الثانويه وذره الكربون الثالثيه، الرباعيه ما عليهاش ذرات هيدروجين. فهمنا يا جماعه؟ دي نقطه مهمه جدا. تعالوا بقى الكلام ده، طبعا اللي هي ذره الكربون الاوليه ممكن يرتبط بها ثلاثه ذرات هيدروجين. هنا بقى اللي احنا هنحتاجه، شوف بقى الكربون دي مرتبطه بمجموعه هيدروكسيد، يا ترى الكربون دي اوليه ولا ثانويه ولا ثالثيه؟ احنا مش عارفين دلوقتي، سيب دي فاضيه اهي، هي روابط بس فاضية. يا ترى هيدروجين، يا ترى كربون، يا ترى الكيل، ايا كان يعني. الكربونة دي والاكسجين او اتش هنطلق عليهم اسم. يبقى ركز كويس لو سمحت، كربون مرتبطة بأو اتش هنطلق عليها مجموعة الكربينول. احنا دي اسمها كربينول اول كحول، يبقى رابطة مزدوجة واكسجين اللي هي الكيتون، لكن دي كربون واكسجين وعليها هيدروجين، مفيش رابطه مزدوجه، رابطه وحدي. المجموعه دي اللي بتحتوي على ثلاث ذرات، واحده كربون واحده اكسجين واحده هيدروجين، كلهم مرتبطين بروابط وحديه، هنطلق عليها مجموعه كربينول. مجموعه الكربينول دي يا اما ترتبط بها ثلاث ذرات هيدروجين على يمينها وعلى يسارها وفوقها، تبقى ذره كربينول، مجموعه كربينول ايه؟ تمام، برافو عليكم. تبقى ذرة مجموعة كربينول أولية، لو ارتبط بها ثلاث ذرات هيدروجين تبقى كربينول إيه؟ أولية، يعني كحول أولي. هقول تاني؟ حاضر. مجموعة الكربينول اللي احنا قلنا عليها دي، كربون مرتبطة بأكسجين بهيدروجين، أيا كان بقى المرتبط بها مالكش دعوة دلوقتي، هنطلق عليها كربينول. الكربون بتاع الكربينول، خلي بالك ما اجي اقول كربون الكربينول يعني الكربون اللي داخله في ترابط مع مجموعه كربينول ككل، بقول هيدروكسيد الكربينول تبقى ايه؟ هيدروكسيد اللي موجوده في مجموعه الكربينول. يبقى كربون الكربينول او الكربينول ايه؟ مرتبطه بايه دلوقتي؟ مش مرتبطه بحاجه. طب لو ارتبطت بثلاث ذرات هيدروجين، احنا اتفقنا اللي يرتبط بثلاث ذرات هيدروجين يبقى ايه؟ اولي. يبقى مجموعه الكربينول دي ايه؟ أولية. طيب لو كربينول دي ارتبطت بذرة هيدروجين، قصدي بذرة كربون واحدة وذرتين هيدروجين، فاكرين؟ اللي كانت مرتبطة بكربون واحدة أطلقنا عليها إيه؟ كربون أولية، لأنها ترتبط بكربون واحدة، يبقى الكربينول مرتبطة بكربون واحدة تبقى كربينول أولية. طب لو الكربينول ارتبطت بذرتين كربون تبقى ايه؟ ثانويه، يبقى كحول ثانوي يعني. طب لو الكربينول دي ارتبطت بثلاث ذرات كربون تبقى ثالثيه. كده بتهيألي فهمنا كويس. طب ناكد حاجه، نقطه ثانيه، طيب الهيدروجينات دي عكنا بيها خلاص، طب الكربون دي ايه؟ ايه حواليها؟ ايه حواليها؟ هيدروجينات ولا مجموعات الكيل؟ اريح دماغي بقى واقول بدل ما ذره كربون واحد اقول مجموعه الكيل. يبقى اذا الكحول الاولي يا اما مجموعه الكربينول ترتبط بذره ثلاث ذرات هيدروجين، يا اما ترتبط بمجموعه الكيل واحده، ما دي مجموعه الكيل. طب الكحول الثانوي يا اما يرتبط، اقول بيرتبط مجموعه الكربونين فيه ترتبط بذرتين كربون او مجموعتين الكيل. طب الثالثي فيه مجموعه الكربون الكربينول تتصل بثلاث مجموعات الكيل او ثلاث ذرات كربون. تمام، دي مجموعه الكربينول. مجموعه الكربينول يا شباب لها أربع تفاعلات، يعني الكحولات ليهم أربع تفاعلات. تفاعل يخص ذرة الهيدروجين لوحدها، لأن الهيدروجين دي بتتفصل عن الكربينول وتتفاعل، وممكن تتفاعل مجموعة الهيدروكسيل على بعضها، وممكن يتفاعل مجموعة الكربينول ككل مع بعض، وممكن الجزيء كله يتفاعل. يبقى كم نوع تفاعل؟ تفاعل خاص بالهيدروجين، تفاعل خاص بمجموعة الهيدروكسيد، تفاعل خاص بمجموعة الكربينول ككل، وتفاعل خاص بالجزيء كله. ده بس ناخد بالنا من النقطة دي، لسه احنا ما جيناش في التفاعلات. يبقى عايزين بقى نصنف الكحولات وحديث الهيدروكسيد.
احنا ده كله لسه يعني هنقول لكم اهو. احنا اتفقنا بقى ازاي المبدأ اللي احنا هنصنف عليه حسب نوع مجموعه الكربينول. ايه بقى كحولات اوليه اللي هي فيها ايه بقى؟ تكون فيها مجموعه الكربينول طرفيه ترتبط بذره كربون واحده وذرتي هيدروجين، او بدل ما اقول بذره كربون واحده اقول ايه مجموعه الكيل واحده، زي الايثانول مثلا. ممكن طبعا الايثانول ده ارجو ان احنا نتعود على كتابه الصيغه البسيطه اللي تحت دي، ودي مجموعه الكربينول اللي هي بين المستطيل. طيب لو كحولات ثانويه فيها ايه بقى؟ فيها مجموعه الكربينول ترتبط بذرتين كربون وذره هيدروجين، او ذره او مجموعتي الكيل زي المركب ده كده، هذا مجموعه الكيل وهذا مجموعه الكيل وبينهم ذره مجموعه الكربينول. وطبعا مشهور اسمه معروف الكحول ده معروف، ها 2 بروبانول او كحول ايزوبروبيلي ثانوي، او ممكن اقول كحول بروبيلي ثانوي، او اقول كحول ايزوبروبيلي فقط. بس عند التصنيف لازم بقى ابقى عارف احاد الهيدروكسيل ثانوي او ثنائي الهيدروكسيل او ما الى ذلك. هنشوف دلوقتي اسئله كتير. مجموعه كحولات ثالثيه فيها مجموعه الكربينول تتصل بثلاث ذرات كربون او ثلاث مجموعات الكيل زي كده. هذا مجموعه الكربينول اهي مجموعه الكربينول عليها مجموعه ميثايل مجموعه ميثايل مجموعه ميثايل. يبقى لازم ناخد بالنا من الحكايه دي كويس جدا. مركب ده اسمه 2 ميثايل 2 بروبانول، هو الكحول البيوتيلي ثالثي. ثالثي ليه؟ لان مجموعه الكربينول تتصل بثلاث مجموعات الكيل. ده ثانوي ليه؟ لان مجموعه الكربينول تتصل بمجموعتين الكيل. ده اولي، كحول الايثانول ده اولي. ليه؟ لان في مجموعه الهيدروكسيل تتصل بمجموعه الكيل واحده او تتصل بذره كربون واحده. الكحول الاولي برضه هكرر مره ثانيه، ترتبط في مجموعه الكربينول بذره كربون واحده او ثلاث ذرات هيدروجين، وهذا الامثله عليه. يعني ارجو ان احنا ايه، الكحول الثانوي ترتبط في مجموعه الكربينول بذرتي كربون او مجموعتين الكيل. الكحول الثالثي ترتبط في مجموعه الكربينول بثلاث ذرات كربون او ثلاث مجموعات الكيل. امثله كتير يعني، انا بشكل لك امثله علشان تبقى انت واخد بالك من الكلام ده. احنا دلوقتي تقريبا صنفنا، تعالوا بقى ناخد بعض التدريبات او التمرينات اللي احنا نقدر نستفيد بيها. الى اي نوع تنتمي الكحولات الاتيه؟ كحول زي ده اما يقول لي حاجه زي كده يا شباب، معناها الكحول ده فيه كم مجموعه هيدروكسيل وحاد الهيدروكسيل، يا ترى الكحول ده ثانوي ولا ثالثي ولا اولي؟ تمام، ثانوي. ليه؟ لان في مجموعه الكاربينول تتصل بمجموعتين الكيل، هذا سي اتش 3 وهذا سي ايثايل، او تتصل بذرتين كربون. يبقى اقول عليه بقى كحول ثانوي وحاد الهيدروكسيل. وطبعا انا بسموه لك يعني علشان ايه تبقى انت واخد بالك، 2 بيوتانول او كحول بيوتيلي ثانوي، لانه في مجموعه الكاربينول تتصل بذرتين كربون. مركب زي ده C2H4OH2، الكل 2، ده كحول ايه؟ كان فيه مجموعه هيدروكسيل؟ ثنائي الهيدروكسيل. ده بقى في ثنائي الهيدروكسيل وثلاثي الهيدروكسيل وعديد الهيدروكسيل ما اقدرش اقول عليه كحول اولي وثانوي، لان بيبقى فيه مجموعات هيدروكسيل اوليه وفي مجموعات هيدروكسيل ثانويه، اللي هو 1 2 ايثان ثان دايول اللي هو الايثيلين جيلين. كحول زي ده مين بقى يقول لي؟ ده اولي ماشي. طب حاد الهيدروكسيل ولا ثنائي الهيدروكسيل؟ وحاد الهيدروكسيل. بقول كحول اولي وحاد الهيدروكسيل اللي هو 2 ميثايل، وسميه بقى هقول 2 ميثايل. خلي بالك فين 2 ميثايل؟ فين السلسله الرئيسيه؟ السلسله الرئيسيه اللي تقع عليها مجموعه الهيدروكسيل، ولكن لا تعد مجموعه الهيدروكسيل زي ما عرفنا في التسميه. ذره الكربون اللي عليها مجموعه الهيدروكسيل تاخد رقم واحد، يبقى ده 1 2 3 والفرع 3، او دي السلسله الرئيسيه والفرع سي اتش 3. شفت بقى الفرق عامل ازاي؟ مش لازم ياخد زاويه يعني قائمه، ولكن ممكن ياخد بشكل مختلف يعني. 2 ميثايل 1 بروبانول، الميثايل على الكربون رقم 2 والاو اتش على الكربون رقم 1، او كحول ايزوبيوتيلي. ليه؟ احنا قلنا 1 بروبانول لانه في ميثايل، ما هو العدد الكلي لعدد ذرات الكربون كام؟ 4.
يبقى لما اجي اسميه تسميه عامه اخد العدد الكلي لذره الكربون الموجوده في الكحول واطلق عليه كحول، ثم اتبعه باسم المجموعه، المجموعه اللي فيها عدد ذرات الكربون الكليه. اما التسميه النظاميه بشوف الفرع فين واديله الرقم بتاعه، وبعدين المجموعات الهيدروكسيد اكسيد على الكربون رقم كام المجموعه العظيفيه، واقول عدد ذرات الكربون. كحول زي ده C8H8 OH الكلي 6، طبعا ده كحول عديد الهيدروكسيد، 6 ذرات هيدروكسيد، 6 مجموعات هيدروكسيد، ما اقدرش اقول بقى اولي او ثاني او ثالث اللي هو سوربيتو. لا كحول زي كده مان زي ده وحاد الهيدروكسيد ولا ثنائي الهيدروكسيد وحاد الهيدروكسيد، ثالثي ولا ثانوي؟ ثالثي طبعا، لانه مجموعه الكربينول تتصل بثلاث ذرات كربون، يبقى اذا كحول ثالثي وحاد الهيدروكسيد 2 ميثايل 2 بيوتانول. طبعا شوف بقى الاو اتش يا جماعه، الاو اتش دي فرع من السلسله، السلسله الام فين؟ 1 2 3 4، ركز كويس، اوعى تاخدها رقم واحد، يعني تيجي تقول 1 2 3 يبقى بروبان، وبعدين اقول 2 2 ميثايل، انت مجموعه الهيدروكسيد بتعدها ازاي؟ ما تعدش مجموعه الهيدروكسيد. يبقى العد من ذرات الكربون الرئيسيه من السلسله الام 1 2 3 4 او ابدا من تحت 1 2 3 4. هو حد يتلخبط ويحسب مجموعه الهيدروكسيد دي مجموعه من السلسله الام، يبقى 2 ميثايل 2 بيوتانول كحول ثالثي احادي الهيدروكسيد. اكتب التفسير العلمي لكل مما يلي: تسميه الكحول الذي يحتوي على 4 ذرات كربون بالبيوتانول فقط. في كحول بيحتوي على 4 ذرات كربون وفي او اتش، ما ينفعش اقول عليه بيوتانول فقط، لانه في ايزومرز كتيره، في 2 بيوتانول وفي ايزو بيوتانيل الكحول، يبقى اذا تسميه غير دقيقه. ليه؟ لانه لم يحدد مجموعه الهيدروكسيل فيه. كحول واحد بروبانول كحول اولي، بينما 2 بروبانول كحول ثانوي. طبعا خلي بالك يا شباب، خلي بالك كويس جدا، بقول واحد بروبانول مجموعة الهيدروكسيد تقع على الكربون رقم واحد، خلي بالكم تقع على الكربون رقم واحد، تتبع على ذرة كربون أولية. طيب 2 على الكربون رقم 2 تبقى ذرة كربون ثانوية. يبقى إذا ليه كحول الواحد بروبانول كحول أولي؟ لأن فيه مجموعة الهيدروكسيد تتصل بذرة كربون واحدة. اما 2 بروبانول في مجموعة الكربينول تتصل بمجموعتين الكيل. لا تصلح الصيغة الجزيئية للتعبير عن الكحول الايزوبروبيلي. طبعا الايزوبروبيلي له صيغة جزيئية، وده ايزوبروبيلي يعني في بروبانول العادي، يعني 2 ايزومر. فاذا لو انا قلت الصيغة الجزيئية للبروبانول العادي او الايزوبروبانول ما تنفعش، لان عندي 2 ايزومر وكل واحد له صيغه بنائيه، فاذا الصيغه الجزيئيه لا تعبر تعبير صحيح عن 2 ايزومر. 2 بيوتانول من الكحولات الثانويه، طبعا لان احنا بنقول الاول او مجموعه الكربينول على الكربون رقم 2، مجموعه الهيدروكسيد على الكربون رقم 2، فبالتالي تبقى كحول ثانوي تتصل بذرتين كربون. يعني واحد بروبانول كحول اولي بينما 2 بروبانول كحول ثانوي، ده سؤال مقرر. صنف الكحول المقابل حسب نوع مجموعه الكربينول، ادي كحول اهو. مجموعه الكربينول بقى فين؟ مجموعه الكربينول اهي، تتصل بكم ذره كربون؟ ادي 1 2 3، يبقى كحول ثالثي ولا ثانوي؟ ثالثي. لو الكربون دي عليها اتش تبقى ثانوي. احنا قلنا مجموعه الكربينول لو تتصل بذرتين كربون وذرة هيدروجين يبقى ثانوي، لو تتصل بذرة كربون واحدة وعليها ذرتين هيدروجين تبقى كحول أولي، لو تتصل بثلاث ذرات كربون يبقى كحول ثالثي. شوف بقى فسر الكلام ده، مجموعة الكربينول أهي تتصل بكم مجموعة الكيل أو كم ذرة كربون؟ أدا 1 2 3، يبقى كحول ثالثي. صنف الكحولات التالية حسب نوع مجموعة الكربينول، الكحول اللي هو ألف بقى 2 ميثايل 2 بروبانول ثالثي، صح؟ لانه مجموعة الكربينول تتصل بثلاث مجموعات الكيل. 2 ميثايل 1 بروبانول اللي هو ده كحول طبعا اولي، لان في مجموعة الهيدروكسيل تتصل بذرة كربون واحد او ذرتين هيدروجين ذات كربون. 2 بروبانول
في مجموعة الكربينول تتصل بمجموعتين الكيل، وذرة هيدروجين يبقى كحول ثانوي. اكتب الصيغة البناءية للكحولات الآتية 1 3 بيوتان ديول. لما يقول لي حاجة زي كده، السلسلة الأم اسمها إيه؟ بيوتان، في كم ذرة كربون؟ 4 صح؟ أكتب البيوتان، أكتب البيوتان عفوا، أكتب البيوتان، وبعدين أشوف المجموعات الهيدروكسيد على أي ذرات كربون، أرقم بقى، لازم أرقم، طالما أنا عندي بقى 1 3 هذا 1 2 3 4، عايز رقم الشمال رقم، على الكربون 1 وعلى الكربون 3 في مجموعتين هيدروكسيد، على الكربون 1 والكربون 3 مجموعتين هيدروكسيد. طيب أنا كتبت بيوتانول، أشيل بقى ذرة هيدروجين من على الكربون 1 وذرة هيدروجين من على الكربون 3 وأضع مكانهم مجموعتي هيدروكسيد. شلت الهيدروجين على الكربون 1 وعلى الهيدروجين الكربون على الكربون 3 وحطيت مجموعتين هيدروكسيد. سؤال زي ده سهل جدا. أقول تاني؟ حاضر. بيقول لي 1 3 بيوتان ضيول، عايز أكتب الصيغة البنائية له، وأنا متلخبط مش عارف. ما هو السلسلة الأم اسمها إيه؟ بيوتان. يبقى أكتب البيوتان. وبعنده دايول، دايول يعني في مجموعتين هيدروكسيد. طيب احط المجموعتين هيدروكسيد على اي ذرات كربون؟ على ذره كربون رقم كام ورقم كام؟ رقم 1 ورقم 3. عد، لازم بقى ترقم عشان ما تلخبطش، يبقى رقم 1 2 3. كربون رقم 1 اشيل من عليها هيدروجين، واشيل على هيدروجين من كربون رقم 3، واضع مكان كل واحده منهم مجموعه هيدروكسيد. بسيطه جدا يعني. يبقى ده 1 3 بيوتان ضيول، ده كحول ثنائي هيدروكسيد صح. طب 1 2 4 بنتان ترايول، برافو عليك يا اسماعيل. يبقى هنعمل بنتان، نكتب سلسلة البنتان ونرقمها 1 2 3 4، اشيل مجموعة مع ذرة هيدروجين من 1 واشيل ذرة هيدروجين من 2 وذرة هيدروجين من 4، واضع مكان كل واحدة منهم مجموعة هيدروكسيل. تمام، بعملت انا 1 2 4 بنتان ترايول وكحول ثلاثة هيدروكسيل. طبعا اكتب الاسم الكيميائي للمركبات التالية. طبعا المركب ده مشهور اللي هو 1 2 ايثان ضيول او الايثيلين جلايكو. رقم بقى، رقم من ناحيه فين؟ من ناحيه الميثايل يا راجل. ليه بقى؟ فين مجموعه هيدروكسيل اهي؟ وخلي بالك جايبها لك كده يعني في جنب علشان لخبطك. لا احنا مش هنتلخبط، انا لو اتش الكربون اللي عليها الاتش تاخد رقم 1، يبقى 1 2 3 4. يبقى السلسله الام الاوان المجموعه الوظيفيه، قول السلسله الام 4 ذرات كربون، يبقى بيوتانول. بس بيوتانول كام؟ 1 بيوتانول، يبقى 1 بيوتانول. في فرع، ايوه في فرع، على الكربون رقم كام بقى بالنسبه لمجموعه الهيدروكسيد؟ على الكربون رقم 3، يبقى 3 ميثايل 1 بنتانول، 3 ميثايل، لا بيوتانول، 1 2 3 4، لا ده بيوتانول يا شباب، يعني العدد بس ونصححه ما فيش مشكلة يعني. تمام يا شباب. يبقى إذا المركب ده هنسميه 3 ميثايل 1 بيوتانول. مركب اهو، رقم من ناحية فين؟ لا المجموعة دي الهيدروكسيد مش هتاخد رقم 1، شوف بقى، برافو عليك. يبقى الميثايل دي تاخد رقم 1، والكربون اللي عليها الاو اتش تاخد رقم 2، ما نرقمش من ناحيه الشمال، لو رقمت من ناحيه الشمال مجموعه الهيدروكسيد تاخد رقم 3. يبقى المركب 2 هذا 1 2 3 4، يبقى 2 بيوتانول. السلسله الام بيوتان، والمجموعه الوظيفيه اول، واول على الكربون رقم 2. هترقم من ناحيه الميثايل ولا من ناحيه سيتش 2؟ طبعا من ناحيه سيتش 2 لان عليها اول او اتش، احنا عندنا 3 مجموعات هيدروكسيل، يبقى 1 2 3 4، وكم اول؟ 3 ترايول، وكم السلسله السلسله الام؟ بنتانول، يبقى بنتان ترايول 1 2 4. ما شاء الله كويس. اكتب المصطلح العلمي لكل مما يلي: مركبات، مركب عضوي ألفات، مركب عضوي ألفاتي يحتوي على مجموعتين هيدروكسيل كحول طبعا ثنائي الهيدروكسيل،
لازم اكتب كحول ثنائي الهيدروكسيل، اوعى تنسى احنا كتبنا كحول فقط، مركب عضوي الفات يحتوي على مجموعتي هيدروكسيل يبقى كحول ثنائي الهيدروكسيل، مركبات عضويه الفات تحتوي على مجموعه الوظيفيه او اتش كحول هي الكحولات يعني، مركبات عضويه تحتوي على المجموعه الوظيفيه سي اتش 2 او اتش برضه الكحولات، مركبات عضويه تحتوي على كربينول تتصل بثلاث ذرات هيدروجين. ايوه شوف بقى حدد لك مركبات عضويه تحتوي على كربينول، مجموعه كربينول يعني، ومجموعه الكربونول دي تتصل بثلاث ذرات هيدروجين يبقى كحول اولي. مركبات عضويه تحتوي على كربينول تتصل بثلاث مجموعات الكيل يبقى كحول ثالثي او كحولات ثالثيه. كحولات تتميز بوجود مجموعه هيدروكسيل واحده في الجزيء يبقى كحولات احاديه الهيدروكسيل. ده ليه ثالثيه؟ ليه؟ كحولات تتميز بوجود مجموعه هيدروكسيل واحده. كحولات أحادية الهيدروكسيل لما فيهاش جدال، كحولات أحادية الهيدروكسيل. أوعى تنسى بقى نصححها. يا رب نكون يعني واخدين بالنا وفهمنا الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها. الكحول الأيزوبروبيلي من الكحولات، كحول الأيزوبروبيلي، أيزوبروبيلي أولي ولا ثانوي؟ ولا ثانوي. ترتبط مجموعة الكربينول في الكحولات الأولية بمجموعة إيه بقى؟ ثلاث مجموعات الكيل ولا مجموعة هيدروكسيل ولا مجموعة الكيل واحدة ولا مجموعتي الكيل؟ الكحولات الأولية مجموعتي الكيل لذا مجموعة الكيل واحدة طبعا. يعتبر واحد بروبانول من الكحولات، واحد بروبانول كحول إيه بقى؟ أحادي الهيدروكسيل ولا ثنائي الهيدروكسيل ولا عديد الهيدروكسيل؟ أحادية الهيدروكسيل الأولية، لأنه واحد مجموعة الكربينول أو مجموعة الهيدروكسيل على الكربون رقم واحد، وبالتالي تبقى كحول أولي وحاد الهيدروكسيل. يعتبر بنتانول من الكحولات الثانوية أم أحادية الهيدروكسيل أم ثنائية الهيدروكسيل أم ألف وب معا. خلي بالك السؤال ده حلو جميل. اتنين بنتانول من الكحولات، اتنين يعني على الكربون رقم اتنين يعني كحول ثانوي، وحاد الهيدروكسيل ثانوي، وحاد الهيدروكسيل ثانوي اللي هو ألف وب معا، ولا ثنائية الهيدروكسيل طبعا هو أحد الهيدروكسيل. يعتبر 2 ميثايل 1 بروبانول من الكحولات، 2 ميثايل 1 بروبانول. طبعا لازم أكتب لما يجي يقول لي سؤال زي ده لازم أكتب اسم المركب. 2 ميثايل يبقى عنده فرع على الواحد على 2 ميثايل، 1 بروبانول يعني مجموعة الأولى على الكربون رقم واحد. يا ترى كحول أولي ولا ثانوي ولا ثالثي ولا ثنائي الهيدروكسيل؟ لأن مجموعة الهيدروكسيل على الكربون رقم واحد يبقى كحول أولي. تمام يا شباب كده؟ أشوفكم بخير وألقاكم على خير إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.